هو بيقال ان هو سرق مبلغ هناك، ما تعرفيش المبلغ ده ادى لا فين؟ هو يعني هو بعد الجريمه جه على هنا ولا بعد راح فين؟ الجريمة ما جاش هنا، بيقولوا جه هنا يوم، لا ما جاش هنا، لا لا، لأنه بيقول لك الحاجة الحكاية دي حصلت بالليل، ونفس يعني هو حصلت قبلها بيوم، تاني يوم على طول الحكومة جت هنا، هو ما كانش هنا، لأن هو كانوا قايلين إن هم يودوه مصحة. طب مصحة فين؟ سمعنا وسألنا عليه، قالوا ده احنا ودينا مصحة، اخواته قالوا احنا ودينا مصحة. سمعنا بقى ان الحكاية دي حصلت، ان الحكومة جت وقلبوا الدنيا عندهم، خدوا اخته ومشيوا. وبعد كده سابوها طبعا. بعد كده سابوها لما كريم اتاخد بقى. طب هو الموضوع، الموضوع ابتدى من امتى؟ موضوع الشرب ده ابتدى من امتى؟ ابتدى من زمان، ابتدى من زمان، بسبب ان ده بقاله سنين ابوه ما كانش عايش معاه. ابوه ما كانش عايش معاه، يجي يزورهم ويمشي، يزورهم ويمشي، بس ما كانش قاعد معاهم خالص. كانوا سايبين الواد ده برضو، ما فيش اهتمام برضو، ما فيش، لو خد حاجه ما فيش اب يجي يقول له يا ابني انت بطل، ولا بتاخد الحاجه دي ليه؟ ما فيش اهتمام. هو ما فيش اب بيحكم ولا ام يعني قادره عليه، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ولا شغله ولا مشغله ولا اي حاجه، هيمدي ايه؟ ايوه ادينا بطوبه. فدي كانت النهايه المتوقعه. احنا كنا متوقعين له كده، كنا بنقعد بنسحب يا ابني انت هيجرى لك حاجه، يا ابني هتموت، لا تتحبس، لا هتموت من الشرب، لا تمد ايدك على حاجه وتتحبس. هو احنا كنا متوقع، بس حكايه القتل دي ابدا كنت مستبعدين، كنا مستبعدين خالص، اللي هو يقتل كده يا لهوي، ما كناش مصدقين والله. طب امه واخواته راحوا فين؟ هو كده قاعدين عند قرايبهم، يعني ما حدش بيجي خالص من ساعتها، مع ان هم ما لهمش ذنب والله، هم تعبوا معاه كتير يعني. طب في حاجه معينه كريم ده كان بيحبها بيعملها غير موضوع الشرب؟ شحنه بنات. لا هو كان هو بيشرب، يقف في الشارع عادي يهزر، ما كانش في حاجه يعني عايزها مثلا، هو عايش كده. ما كانش في اي علاقات مع بنات بتاع؟ لا 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 لا، ملوش في كده، ملوش لا في كده، ولا عمره قل ادب، ولا عكس واحده ماشيه ولا اي حاجه. لا كان هو والله العظيم كان محترم قوي قوي. قبل الشرب ده كان كريم ده ادبني، يعني كان بيلعب في الشارع، عمره ما من صغره ما عمره ما قال ادبه على حد، احنا مستغربين والله. جدع بصراحه، كان حنين وجدع، يعني ولو هو مش كده عمرنا ما هنزعل عليه، ولا عمرنا هنقول عليه كلمه حتى وحشه. طب اخر مره شفتيه كان قال لك ايه؟ كان قاعد معانا والله، عمالين ننصحه يا كريم بطل يا كريم، كان قاعد يعيط، كان عمال بيعيط. قلت له انت بتعيط ليه؟ يعني انت ايه العياط ده؟ بقى قاعد زي اللي ما اعرفش فيه حاجه، ما اعرفش، انا ما حسيتش الصراحه. يمكن لو كنا نعرف كنا قلنا له حاجه، ولا قبل ما يعمل الحكايه دي كان عمال يعيط. قلت له انت بتعيط ندم ده ولا ايه؟ ولا كان بيعيط على نفسه، على اللي هو فيه.